بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. شكرا للزملاء الذين سبقوني بالنداء والتعليق. نبدأ معكم وبحضراتكم ومع انطلاقة شوطنا الرابع لنتابع منافسات سن الثنايا، لنشاهد انطلاقات 8 كيلومترات، مع أيضا منافسات فئة القعدان في هذا الشوط. بعدما نهني مالك الدوحة من حضرة الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا الإبكار، ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجر له التهنئة والناموس بفوز الدوحة في أول أشواط الإبكار، وكذلك نهني عبد الله بن محمد الفهيدة المري من أيضا قدم لنا وقات في أول أشواط الثنايا القعدان، وكذلك التهنية لابن بتلة من رافق هذا الشعار حتى خط النهاية. هذه انطلاقة شوطنا الرابع، نبدأ بالنداء مع أول المراكز لنتابع المركز الأول المغذي أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يقدم لنا مغذي على المركز الأول وعلى الصدارة، يتابع بالتضين محمد بن خميس العمري من يتابع أيضا انطلاقة المركز الأول. المركز الثاني ثاني التحديات ثاني الأسماء شعار بن هاملة من واقع الشعار، تواجد على المركز الثاني وينطلق بشعار بن هاملة ذيب لسالم بن حمد بن مبارك النابت المري. المركز الثالث اللي تسلل من الجانب الأيمن هذا هو الترس لمحمد بن جبر بن عبد الله الهاجري. المركز الرابع رابع التحديات، نتابع معكم وصولي وتقدم ميات سالم بن فرحان بن خميس العنزي أيضا قادم بشعار يا أبو سعد حاضر بانطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس وتابع أيضا الشعارات القادمة الواصلة بقيادة السيل الجارف بانطلاقة ووصول ولد شاهين مبارك بن سعيد بن عويضة السلمي، أيضا هذا الشعار كان لحضور أو السلمي كان لحضور مميز في أشواطنا التي انغضت في هذا الصباح، أيضا أتى على ما يبدو وصيفا في شوط الأول أو على المركز الثالث الشوط الأول للثنايا القعدان، وأيضا ينافس مع انطلاقة هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع الأخوان المشاركين على أرضية ميدان التحدي والحاضرين والمتابعين في مسيرة هذا الشوط. نعود إلى مجريات المقدمة لنتابع معكم أول المراكز، لنشاهد مغذي أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي يتابع في التضمير علي بن خميس العمري من يقدم لنا انطلاقة أول المراكز، يرافق مغذي بانطلاقته مع أول المراكز من الأسماء الخطيرة الحاضرة في هذا الشوط والمرشحة بانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل الترس المتواجد على ثاني المراكز، الكل يحترس من الترس لمحمد بن جبر بن عبد الله الهاجري من يود المهاجرة بناموس هذا الشوط. المركز الثالث أتابع معكم شعار البرنس، هذا شعار الدوحة هم السيوف يحضر بانطلاقة الكبار ويتواجد بانطلاقة هذا الشوط، يحمل شعار أيضا حمد بن محمد بن طالب بن عقيل على ظهر مبلش المتواجد بالانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل ظبيان على رابع المراكز، يا مرحبا يا بن دلموك حمد بن ناصر بن دلموك المري من يمتلك ظبيان المتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع على خامس المركز الخامس وصول مدلل يتقدم بهذه اللحظات لسعد بن علي بن حمد بن سلام الهاجري، أيضا ما من سلامة من هذا الشعار وبحضوره وانطلاقاته الكبيرة الحاضرة بانطلاقة هذا الشوط. هذا شعار ناصية، هذا شعار ناصية وشعار الأسماء الكبيرة اللي رافقها هذا الشعار بصولاته بجولاته بانطلاقاته بحضوره الكبير في أرضية هذا
هذا الميدان وأيضا في المحافل الخارجية في دولة الإمارات، ميدان الوثبة والمرموم، وكذلك في الكويت، وكذلك أيضا في المملكة العربية السعودية. نعود إلى المقدمة بعد ما أتممنا النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة مع مسيرة هذه الانطلاقة. المركز الأول والصدارة هذاك مغذي اللي على القيادة والريادة، أيضا يتواجد بالانطلاق مسيطر تمام السيطرة على المقدمة، أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي، يتابع أحمد بن خميس العمري من يرافق بالانطلاق، من يرافق في المسايرة، من يرافق في الثمار بانطلاقة المركز الأول. المركز الثاني القدوم على ثاني المراكز، هناك مغذي نسوي فارق ما بينه وما بين الأسماء المتواجدة. القادم على المركز الثاني مدلل، الدلل يا مدلل، هذا مدلل بشعار بن سلامة، سعد بن علي بن حمد بن سلامة، يتابع عبد الله في عملية التضمير والمسايرة. المركز الثالث وتابع ضبيان حمد بن ناصر بن دلموك، أيضا يتابع محمد بن ناصر من يرافق انطلاقة هذا الشعار بتواجده الجميل على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع على رابع التحديات انطلاقة وتقدم الترس لمحمد بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري. والمركز الخامس الواصل على خامس المراكز من يحمل الرقم واحد يصل عرعر لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني، أيضا هذا أحد المسميات الخطيرة واسم عرعر اسم مدينة في شمال المملكة، في شمال المملكة أيضا معروفة بجمالها بأيضا طبيعتها الجميلة وببرودة جوها في شمال المملكة. هذه هي الأسماء الحاضرة والمتواجدة، أيضا هنالك أسماء قادمة خلف النداء. شكرا أبو شارب، عندما قلت هنالك أسماء خلف النداء أعطانا لقطة جميلة على الشعارات الحاضرة والمتواجدة خلف دائرة الأسماء الخمسة الأولى التي تسير في مجريات هذا الشوط، وترقبوها في الأوقات الحاسمة وفي الكيلومتر الأخير خصيصا عند هناك الحزام الأخضر، عند الحزام الأخضر وعند اقترابنا من المنصة الرئيسية. سيل جارف من أيضا الثنايا، من الثنايا الحاضرة والمتواجدة بالانطلاقات، العودة مباشرة لنستجد النداء لنتابع مستجدات هذا الشوط، لنتابع المقدمة. وكلما عدت النداء أتابع على المركز الأول تواجد مغذي، مغذي يتغذى بالانطلاق، بالانطلاق وبالناموس مع أول المراكز. أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي، أحمد بن خميس العمري من يتابع في عملية التضمير. المركز الثاني القادم والمنطلق على ثاني المراكز يصل لهب لأول نداء، يتسلل بدور المركز الثاني مع تجاوز لافتة 2 كيلومترات. بدأت الأمور تشتد صعوبة لهذه اللحظات، تعود ملكية لهب لحمد بن محمد بن طالب آل الصعاق المري. المركز الثالث يتقدم مدلل على ثالث المراكز، سعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجي. المركز الرابع يصل ضبيان حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري. المركز الخامس يصل أيضا ويتقدم عرعر لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني. وهنالك أيضا شعار بن سمران قادم، الشعارات قادمة لا محالة واصلة في مسيرة هذا الشوط وبانطلاقة الأسماء المتواجدة. هنالك الأمور تسير لصالح أول المراكز، لصالح المركز الأول الصدارة. مغذي يا سلام، انطلاقة مغذي خطيرة خطيرة للغاية، هنالك يقدم أداء كبير، يقدم أداء مميز، يباعد المسافة مع الصدارة بدون أي تعليمات، يبدو الانطلاق ذاتي بعد الأمور مبكرة مع مغذي وانطلاقته. أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم العمري اللي تابعه. المركز الثاني أعلن الحرب، أعلن الحرب مع
راعي لهب مع المركز الثاني السعاق قادم بانطلاقة لهب. هنالك تواجد والحضور لحمد بن حمد بن طالب السعاق المري من يقدم لنا لهب بعملية التضمير والملكية والمسايرة. المركز الثالث يصل الظبيان على ثالث المراكز حمد بن فرج بن حمد بن دلموك. المركز الرابع يتقدم شعار بن مهيرة وصل بن مهيرة قادم لكن في اللحظات الأخيرة خلاص أمور الشوط انحسمت ما بين السحاق وما بين بن إبراهيم. على المركز الأول مغذي على الصدارة مغذي على المقدمة لهب قادم لهب ومغذي مغذي ولهب أمور الشوط ما زالت مع مغذي بانطلاقة على الصدارة لكن لهب قادم بن دلموك وصل مع ظبيان كينج الميدان قادم الله يا مرحبا بشعار ظبيان وبن دلموك. اللحظات الأخيرة الحاسمة من مجريات الشوط مغذي على الصدارة ظبيان قادم بن دلموك واصل بن دلموك وكذلك شعار بن إبراهيم على المركز الأول ظبيان مغذي ظبيان. اللحظات الحاسمة خط النهاية خط الفيصل الناموس الحائر ما بين الأسماء بن دلموك مع أيضا ظبيان مغذي مع بن إبراهيم العمري بن دلموك لكن ظبيان في اللحظات الأخيرة يسيطر على المركز الأول وأيضا يتوج بأول المراكز الثاني. والتبريكات لحمد بن فرج بن حمد بن دلموك والتالية لمحمد بن فرج من تابع هذا الشعار حتى خط النهاية. نهني مالك ظبيان حمد بن فرج بن دلموك المري والتانية لآل دلموك كافة ولمن تابع هذا الشعار محمد بن ناصر بن دلموك. المركز الثاني وصل مغذي لأحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم. المركز الثالث كان الوصول من قبل لهب لحمد بن حمد بن طالب السعاق. المركز الرابع وصل مبلش لجابر بن سالم المهير المري. المركز الخامس منومس لسعيد بن عمير الفلاسي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول ظبيان 13 دقيقة بدون أي ثواني بدون أي أجزاء. التهاني والتبريكات لمالك ظبيان حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك والتاني أيضا لأشقاء على هذا الفوز المستحق ولكم تهني أيضا من فرج بن حمد بن جار الله. إذا مشاهدي الكرام المركز الثاني وصل مغذي 13 دقيقة عطنا الثواني أبو شارب بدون ثواني أربعة أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك مغذي أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم والتهاني لأحمد بن خميس العمري. المركز الثالث 13 دقيقة 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية أو 3 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك لهب حمد بن محمد بن طالب آل الصعاق المري. شوط جديد ينطلق وزميل بدر بن وجب التواصل بالتعليق.